ولا المشاهدين جولة لمتابعة أبرز ما تناولته وسائل الإعلام الإسرائيلية مع زميل وائل عواد الكاتب والباحث في الشؤون الإسرائيلية. مساء الخير وائل، إليك. مساء النور لك والمشاهدين. ما نراه الآن في جنين هو تقريبا ما تحدثوا عنه في الإعلام الإسرائيلي المحلين خلال الأسبوعين الأخيرين، بأن هنالك أهداف يجب بين قوسين أن يشدوا همتهم فيها قبل شهر رمضان المبارك، مع العلم بأنه رأينا في الأسبوع الأخير محاولة فصل وتمهيد بأنه حتى خلال شهر رمضان قد نرى اقتحامات كالتي نراها الآن في جنين واستمرار الحرب على غزة. يهددون ويقولون بأنه إذا لم يعاد الأسرى قبل رمضان فستستمر الحرب على غزة، وإذا أعيدوا قبل رمضان فستستمر الحرب وسيدخلون رفح ممكن بعد رمضان. باختصار الحرب هي المعلنة في كل الحالات. الآن نعود إلى جدعون ليفي. منذ مدة لم أقرأ مقال لهذا الكاتب عقلاني إنساني يقول إسرائيل لا تفعل شيء لتحسين وضعها واستعادة كرامتها والقليل القليل من كبريائها. يقول لا توجد كثيرة في العالم تتوق، يعني تشتاق إلى الشرف والفخر الوطني مثل إسرائيل، مثل من الألعاب الأولمبية إلى مسابقة في برنامج غنائي تلفزيوني عالمي أو في بطولة العالم للعبة الطاولة. كل فوز إسرائيلي بمسابقة رياضية ولو كانت صغيرة يثير بين قوسين الفخر الوطني هنا. كل ميدالية تحقق الشرف وتضعها على الخارطة العالمية وكأن إسرائيل تغيرت مكانتها. ينتقد يقول أنتم تبحثون عن أي شيء لكي تقولوا هذا فخر وطني. يقول من المشكوك فيه أن تكون هنالك دولة أخرى تحظى في مثل هذه الإنجازات الصغيرة بكل هذا التقدير الكبير. بإسرائيل أي حدا بيفوز بشيء صغير بتنطنوا له كثير، حتى بقول لو كان لعبة صغيرة للعبة الطاولة بتصير رئيس الدولة وبهني وبصير عنوان رئيسي. يقول هذا التوق الطفولي للاعتراف كان يمكن أن يكون مؤثرا بل مثيرا للانفعال في دولة تشق طريقها أو قضاياها الكبيرة ليست محرجة كالقضايا الكبيرة الإسرائيلية. لقد أوصلت الحرب في غزة مكانة إسرائيل إلى مستوى يقول الكاتب لم نعهده من قبل، لكن إسرائيل تغمض عيونها بصبيانية تعتقد أنها إن فعلت ذلك فلن يرى العالم عارها. إنها لا تفعل شيء لتحسين وضعها وكرامتها وكبريائها، ومن الصعب أن نجد دول أخرى قادتها سلوكياتها مرتين على التوالي في غضون بضعة أسابيع أتت بها إلى محكمة لاهاي، اتهامات بالإبادة الجماعية، مناقشة الاحتلال بأنه غير قانوني بشكل قاطع. وإسرائيل تظن أن البصاق في وجهها هو مطر، إنها تلوم القاضي يقول ابن العاهرة ومعاداة السامية ونفاق العالم الشرير، أما هي فليس لها أي دور في الاتهامات الموجهة إليها. إن هذه الاتهامات لا تثير اهتمامها. لقد بثت جميع شبكات التلفزيون العالمية المحكمة في لاهاي هذا الأسبوع، ولم تتجاهلها إلا القنوات الإسرائيلية. لا تعني أحد، ليست مهمة. يقول الكاتب يعتقدون إذا أغمضنا عيننا عنها فلن يراها أو ستختفي. ويقول بأنه عدا عن إمدادات الأسلحة وحق النقض الفيتو في مجلس الأمن وغياب العقوبات حتى الآن، فإن الدولة مثل أي إنسان تتمتع أيضا بذخر مهم، سمعتها الحسنة. لقد تنازلت إسرائيل عن سمعتها الحسنة يقول الكاتب. يقول لربما يأست من العالم، ربما اكتشفت أنه ممكن حتى أن تعيش بدون سمعة طيبة. قد يكون العالم ساخرا ويحب فقط القوة إلا كما تقول إسرائيل لنفسها، ولكن يقول الكاتب القانون الدولي موجود والاعتبارات الأخلاقية والمجتمع المدني والرأي العام في العالم كله مهم، وعلى الأقل هو أهم بكثير من مرتبة ثالثة في لعبة كرة الطائرة أو مرتبة ثانية في برنامج أغاني عالمي. غاد برنامج أو لعبة كرة الطائرة بيكون عنوان رئيسي، ولكن محكمة في لاهاي يتجاهلوا يقول الكاتب. من هذا التلخيص المهم باعتقادي أنتقل للفيديو الأول. عن مقتل مستوطن وإصابة 8 آخرين اليوم بجروح
في عملية إطلاق نار وقعت قرب مستوطنة معلي أدوميم في القدس المحتلة، تشهد فيها شقيقين وصديقهم الثالث من منطقة بيت لحم. قالت قناة 14 اليوم مساء على ذمتها معلومة ملفتة، يقول المخابرات كانت تعرف بالأمر، تعرف أنه في ثلاثة طالعين ينفذوا عملية ورح يستغلوا أزمة السير عشان ينفذوا العملية بهذه الصورة، ولكنها أيضا تجاهلت هذه المعلومات. مش غريب، هن بيقولوا أنه كل تفاصيل السابع من أكتوبر كانت معهم، تذكرون قالوا كل شيء كان في السابع من أكتوبر، عدد المنفذين ومن أين سيدخلوا، وكل التفاصيل كانت معهم منذ أكثر من عام ولكن تجاهلوها. اليوم بقول كنا نعرف ولكن تجاهلنا المعلومة، بعرفش ليه، ولكن يتحدثون عن إخفاء. يقول أحد المحللين عملية اليوم خطيرة جدا. لماذا؟ لو شخص واحد نفذها عرايو نقول منزعج، محبط، متذايق، وصل إلى مكان ما في لحظة، أخرج سكينا أو كان معه سلاح، فكر لوحده ونفذ، بسموه الذئب المنفرد. أما الآن ثلاثة معناه فيها خلية وتخطيط وتفكير مسبق، ولربما دعم من الخارج، ولربما ارتباطات تخشاها إسرائيل، ويقول بأنه هذا قد يكون مقدمة مما قد يحدث في شهر رمضان المبارك. قلنا بأن هنالك تحليلات إسرائيلية كثيرة بأنه قد يشتعل الوضع، وتحذيرات حتى المخابرات تحذر بأنه في شهر رمضان قد يزداد الوضع الأمني سوءا، خصوصا في القدس، محيط المسجد الأقصى المبارك والضفة الغربية، وما كان اليوم قد يكون أول الغيث لربما. في محلل إسرائيلي بايخ جدا، تافه، يقول كلما دافع عن الفلسطينيين أحد من إسرائيل ردوا عليه بعملية كهذه. يعني مش التحريض وإحباط الناس والتهديد المتواصل واللي بشوفوه هو اللي بيوتر الشارع، رأيه لا، لأنه في ناس من عندنا، هني كم واحد يعني عقلانيين شوي تجاه الفلسطينيين، أو عقلانيين بلاش شوي تجاه الفلسطينيين، بيطلعوا بدافعوا بيقولوا بنفعش نحبط شعب كامل، بنفعش نيأس كل هاي الناس ونتوقع أمن، بكل هدول لما بيقولوا هيك الفلسطينيين بردوا عليهم بعملية. يعني يحرضون على بعضهم البعض ويستغلون أي حدث أمني لكي يسكتوا أي صوت عقلاني من داخل المجتمع الإسرائيلي. وكما أقول لكم دائما، حتى إن كان هذا التحليل يبدو ساذج وسخيف، ولكن نرى بأنه ثمة من يسمعه ويصدقه في الإعلام الإسرائيلي. أنتقل للفيديو الثاني. حديث اليوم من جديد عن أمل. الأمل بصفقة تبادل أسرى الأسبوع الماضي زال، الأسبوع اللي قبله كان في أمل، اليوم بقوله يعود الأمل من جديد. كابينت الحرب الإسرائيلي قرر المشاركة في جولة ثانية من المحادثات المقررة أن تنعقد غدا في العاصمة الفرنسية باريس. في بداية الأمر كان يقولوا قد يرسلون قد لا يرسلون، الآن قرروا لا، سنرسل لمفاوضات التهدئة مع قطاع غزة وصفقة تبادل مع حماس. حسب الإعلام الإسرائيلي بأن موفد أمريكي كان في القاهرة وصل إلى إسرائيل اليوم، وهو من ضغط على إسرائيل لكي ترسل موفديها ولكي تهدئ الأمور في شهر رمضان المبارك. موقع إسرائيل نقل اليوم أن هنالك بالفعل أساس للتقدم ومؤشرات إيجابية على ما يسمونه تغيير في موقف حماس. الآن لنرى كيف التغيير وكيف يشعروا خلافاً لأقوال الموفدين أو المفاوضين. أقف معكم قليلاً الآن في الفيديو الثالث. اهتمام كبير اليوم كان في تصريحات القيادة في حركة حماس موسى أبو مرزوق. كل التلفزيونات الإسرائيلية أحضرت تصريحه. التصريح أنا رأيته عادي، هم يرون في تغير كبير في الموقف ومعناه بأن حركة حماس مستعدة أن تتنازل. أبو مرزوق قال الشعب هو البوصلة، مصلحة الناس هي البوصلة، اعتبروه مهم واعتبروه بأن هذا يدل على أن حركة حماس تريد أن تتراجع. والصحفي تبيح سكيالي على الشاشة الآن يقول بأن حماس على ذمته قررت تأجيل إيقاف الحرب
على غزة. يعني بقول الآن بصير تبادل أسرى ولاحقا إيقاف الحرب. هاي المعلومة ما سمعتهاش غير من حزكيلي، هو يدعي عادة وآخرين بأنه بيعرفوا ما يدور داخل الأنفاق لدى حماس. حسب حزكيلي أيضا لا توجد اتصالات مباشرة مع قيادات حماس داخل غزة، لذلك هنالك قيادات في الخارج تحاول أن تأخذ الأمور إلى نفسها، وهنالك انتقال ضمني عرايو للسلطة. لاحظوا الإعلام الإسرائيلي اليوم يحاول أن يتمسك بأي تصريح حتى لو كان عادي أو شبه عادي لكي يقول بأن هنالك تغير في موقف حماس، لأنه أصلا محرج لهم وهم الذين حللوا كل الوقت فقط الضغط العسكري يأتي بنتيجة، ومحبط أيضا للمجتمع الإسرائيلي أن يقولون الآن أخرى شوي 140 يوم من الحرب بأنه لا يوجد تغير في موقف حماس. يعني أي تصريح يعتبره إنجاز ودليل على ما قالوه سابقا، حتى لو باعتقاد المتواضع ما كانش هالقد عن جد دليل. الفيديو الرابع. يتحدثون عن خبر تناقلوه اليوم في الاستديوهات بأنه إسرائيل قالت للأمم المتحدة أو زودتها بمعلومات وتفاصيل بأنه إيران تزود حزب الله المزيد من الأسلحة جواً براً وبحراً. أنا بعرفش ليه متفاجئين، هي حرب يعني بشكل عام أي حلفاء بالعالم مفروض بتوقع على الأقل بزودوا بعض أسلحة. كل الأحوال اليوم لديهم يبدو خط قد يكون صحيح كيف تخرج الأسلحة ومن أين، ولكن لم يقصفوها أو لم يقصفوها كلها. بقولوا أول شيء إيران، العراق، سوريا، ثم إلى لبنان. الآن إسرائيل أرسلت اليوم رسالة للأمم المتحدة قالوا فيها ما يلي: أو بتحلوا المشكلة مع حزب الله في الشمال دبلوماسيا، نفذ صبرهم قال يعني، وعودة حزب الله إلى شمال الليطاني وكل هذه المطالب، وتتحمل حكومة لبنان دورها بأن تقوم بشيء لمنع القصف من لبنان، قصف حزب الله إلى إسرائيل، أو تتصرف إسرائيل، ستتصرف هي. يعني هنالك تهديد مش بس إلى لبنان، أيضا للعالم، بأنه إذا لم تحلوا أنتم مشكلتنا مع حزب الله، إذا بتمسكوهنش إسا تمسكوناش بعدين. هاي النظرية الموجودة، مع أنه من يتابع طبعا تصريحات القيادة الإسرائيلية كل الوقت هذا هي لهجة جديدة. كل الوقت كانوا يقولون خط أحمر وسندمر بيروت وسنقصف وسنفعل كذا وكذا، الآن بلحوا على العالم تحدث مع حزب الله وأعيدهم إلى شمال ليطاني، مع أنه أيضا قلنا قبل حلقتين أذكر بأنه عدة محللين إسرائيليين كبار يقولون ليس لدى إسرائيل القدرة الآن بهذه الظروف أن تدخل إلى لبنان، وتحدثوا بأنه قوة لبنان ليست حزب الله، عفوا قوة حزب الله ليست قوة حماس، وقوة الرضوان أقوى بكثير من قوات النخبة، وشبكة الأنفاق لدى حزب الله معقدة أكثر بكثير من شبكة الأنفاق في غزة، أسلحة حزب الله مختلفة، ظهر حزب الله مسنود بدول مختلفة بأجواء مختلفة تماما ووضع دولي مختلف، وكل الظروف التي يتحدثون عنها يعني صعب أن يقارنوا أو يتخيلوا حينها سيكون الوضع في غزة مقارنة بما قد يكون في لبنان، لربما أصغر بكثير أو كما يصفه البعض قد يكون مخيم صيفي. الفيديو الخامس والأخير. لكي نفهم كيف يتعامل الإعلام الإسرائيلي بينما يتجاهل كل ما يحدث في غزة ويتجاهل، أو مثلا تذكرون كان قبل فترة 21 قتيل إسرائيل نتاج تفجير تحدثوا عنه فقط ليوم واحد، وفي اليوم التالي تجاهلوا الموضوع تقريبا أو خلص يعني قلبوا صفحة حينما تكون خسائر. اليوم الإعلام الإسرائيلي تحدث عن جندي اسمه سيمون وصل إلى البلاد منذ فترة قصيرة حتى عبرية لا يعرف أن يتكلم، فتحول إلى أحد أصحاب الأرض، وأصحاب الأرض طبعا يطردون منها ويحدث ما تعرفون، قتل في غزة، وإحداهن كتبت اليوم على الفيسبوك أن يشاركوا في جنازته لأنه وحيد فقط من عيلته ما له حدا بإسرائيل،
وتواجد 1000 شخص، أصحابه بكوا وتحدثوا عن خصاله الحسني. ويوميا نرى الإعلام الإسرائيلي يحاول التشديد على قصص يقول بأنها بطولات من داخل الشعب الإسرائيلي، طبعا كما قلنا مع تجاهل كامل لكل شيء إنساني يكون في قطاع غزة. هذا هو التلخيص أكثر أو أقل. سنرى مع الأيام القادمة هل التفاؤل الذي يتحدثون عنه قبل رمضان، تحدثوا عنه اليوم، نفوا الأسبوع اللي قبله، تحدثوا عنه بشكل حقيقي الأسبوع اللي قبله، يعني كل أسبوع نفسية مختلفة، إن كان فعلا سيؤتي أكله هذه المرة. نراكم على خير غدا، والسلام عليكم ورحمة الله.